انتما عارفين كنا متضررين ولاد الشعب كان اخوان ديالي للاسف الشديد والله العظيم اللي كيبقى فينا الحرينا كمغاربة وحق الله العلي العظيم ونتعرض ليه ومازال السنوات جايه ماشي سنوات عاديه ان هذا ظلم كثير تعرضنا له ظلم كثير تعرضنا له نحن كابناء هذا الوطن ظلم كثير تعرضنا لك ابناء هذا الوطن الا بالله هذا هو ونناشد جلاله الملك في نناشد جلاله الملك في ممارسه السلطه ديالو في ممارسه السلطه ديالو على في عزل وزير العدل و هذا في 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 المطالب ديالنا هي مطالب والمطالب ديالنا فهي مطالب مشروحه كتعبروا بهذه الحركه هذه هذه الحركه كتعبر على التقييد على التحكم ديال الحقوق ديالنا Bu
سير بحال 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 سير ب